رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام، وبالتأكيد راح نكون مستمرين وياكم بباقي فقراتنا لهذا اليوم. التغذية السليمة هي من العوامل اللي تساعد على نمو الإنسان واستمرار حياته بشكل صحي ومتوازن. موضوع حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن التغذية السليمة وأهم الطرق الصحيحة لتناول بعض الوجبات أو المكونات الخاصة ببعض الوجبات. أكيد راح نتكلم عن التغذية السليمة بشكل عام وعن المرأة الحامل وعن أصحاب الأمراض المزمنة. لهذا راح نتكلم عن هذا الموضوع مع الدكتورة حنان ياسين، دكتورة مناعات ودبلوم تغذية علاجية. أسعد صباحك. أسعد صباحكم. نورتينا. أهلا وسهلا بكم. أكيد اليوم راح نتكلم عن التغذية السليمة للعقل السليم. العقل السليم بالجسم السليم. العقل السليم في الجسم السليم. خوش بداية حلوة. حتى نحافظ على عقلنا لازم نمده بالغذاء الصحيح حتى يؤدي الوظائف الجسمانية بصورة صحيحة، لأنه اليوم أي إعاز إحنا نسوي في جسمنا هو يصدر من العقل. فموضوع الغذاء اليوم من الضروري أن يتم الاهتمام به بشكل جدا عالي. يعني أكو بعض الأحيان أنا أشوف أشخاص بمجرد ما يجوع أي شيء يصير أمامه يتناوله خلاص. شوف أنت إذا تأخذ قاعدة أنت عبارة عن ما تأكله راح توقف قبل لا تمد إيدك على أي شيء تأكله، مو صحيح؟ يعني كل شيء تأكله راح يتحول إلى خلية في جسمك. فإذا أكلت أكل صحي راح تتكون خلية سليمة وصحية. أكلت أكل مو صحي راح تتحول إلى خلية دهنية، خلية سرطانية، الله لا يقولها، مو صحيح. خلية مو هي تتحول، لكن ناتج الأيض يساعد في سرعة هرم وشيخوخة الخلايا مالتك. تصعد عندك هرمونات السترس، الاكتئاب، كلها نتيجة الغذاء غير الصحي. ومثل ما تفضلت قلت إنه إحنا كل شيء بجسمنا، كل شاردة وكل واردة ما يتم العمل بها بدون أن تأخذ إعاز من العقل. فإذا أنت موفر البيئة السليمة لعمل دماغك تطمئن إنه كل أعضاء جسمك راح تعمل بشكل صحيح. شنو الفيول؟ شنو الوقود؟ مو كل شيء يشتغل بفيول خاص به. الغذاء احنا مصدر الطاقة من عندنا نحصل عليه من الغذاء. حلو. زين دائما نسمع عن العلاج بالغذاء او التغذية العلاجية، خلي نتكلم عن هذا الموضوع بشكل اوضح. التغذية العلاجية هو مو يعني كمفهوم مو جديد، لكن كمصطلح بدا حاليا يشار إلى والرجوع إلى. سابقا احنا ما عندنا يعني ما عندنا كيميكلز، ما عندنا اطباء وما عندنا مصانع ادويه. فكان الشخص اذا يتمرض مو ابسط شيء يروح للعرافه او مو العراف الشخص عرافه والعطار اللي يعرف هو العراف صحيح. انه اللي يعرف هذه فينطي خلطه اعشاب نباتات مو قد يمنع عنه مو غذاء معين او قد يوصيه في غذاء معين. وعلى مر الاجيال هذه الوصفات اثبتت نجاحها. عندنا احنا اول واقدم ناس بصراحه استخدموا الطب التكميلي، ما يعرف بالطب التكميلي او الطب البديل حاليا المصطلح مالته، اللي هو انه استغني عن العقاقير الكيميائيه بالغذاء. هم الصينيين ولا زالت مخطوطاتهم لحد الان، لانه اول ناس درسوا النباتات والاعشاب ومضارها وفوائدها، واول ناس سوت خلطات بها هم الصينيين. ف احنا نرجع الى اصولنا. ليش ذكرنا انه الغذاء هو مصدر الطاقه؟ ثانيا اني جزء من التسلسل الهرمي مو للمخلوقات فعلا. واحنا نعرف السلسله الغذائيه ناس تتغذى على ناس فعلا. مو قاعده الهرم عريضه بالقمه اللي هو يعني احنا قمه الهرم نتغذى. هاي دائما اقولها يعني الجمله، تحت الهرم او القاعده ما يصعد للاعلى منه. ما ممكن انه العفو البقره تصعد تاكل لحوم او تصعد تاكل اعشاب او ثمار اشجار. طيب. حدها الحشائش، لكن الاعلى من عندها ممكن انه يتناولها ويتناول الحشائش وصولا الى قمه الهرم. احنا مو شكو جوانا مو نباتات حيوانات كائنات نتناولها. هاي التفضيل اللي يصير عندك الفرايتي. فانت من عندك هالمجال الواسع نقي اختار، لا تروح على مصادر مو صحيه اللي هي هسه بدت الاغذيه مو الجديده والانواع الصلصات المستحدثه هذه كلها تاذينا ضرنا، لانه جسمنا يتعب في سبيل يهضمها.
نسبة، يعني أنت من تأكل نبات مو؟ بالمناسبة إحنا عندنا يعني الشيء الأوبن اللي تقدر تأخذه بالمواد الغذائية ما تخاف من سعراته ومن كميته هو الخضروات والفاكهة. توصي صح، كل يعني كل البلدان عندها توصيات بالحصص الغذائية. عندك الخضروات والفواكه أقل حد مسموح 5 حصص باليوم الحد الأدنى، بس أنت تقدر توصل إلى 9 حصص. لذلك تشوف أغلب الناس هسه بدأوا شو يصيرون فيجيتيريان نباتيين، لأنه عندنا ضمن النباتات حتى بروتينات ممكن أنه تعوض اللحوم الحيوانية. فهي هذه السبب اللي يخليك ترجع للطبيعة. فعلا زين. هل الغذاء و يعني تناول الأطعمة المختلفة العلاقة بالحالة المزاجية؟ طبعا، هي المواد الغذائية الأساسية 5: كربوهيدرات، بروتين، دهون، فيتامينات ومعادن. لكن النسب مالتها تختلف طبعا. فكل ما تتناول دهون أكثر كل ما تصعد عندك هرمونات السترس والكآبة أكثر. كل ما تقلل منها هي والسكر بالمناسبة، كل ما راح تخفف الضغط. مو احنا قلنا لان هضمها ياخذ يعني توتر يسوي الجسم هم يدخل، ترى انت تدخله بحاله الارم توتر، تعال هضم، تعال اشتغل، تعال كسر. عنده طاقه، هو ماسنجر، كل خلايانا تشتغل مثل نظام حامل الشعله اللي يستلم وينطي للثاني. فانت من تجي تنطي المفروض تنطي حاجته وياخذها، عندك مخزون قليل للطوارئ اوكي، بس من تجي تنطي كميه كبيره وين يوديها؟ يحير بيها مو؟ يظل يخزن، يشمر، كبد، معدة، فتشوف نفسك ورا فترة صرت عبارة عن شيبلس مو؟ وانت مستمر تدخل دهون وتدخل سكريات. تريد يرتفع عندك هرمون السعادة مثلا اللي هو السيروتونين؟ شوكلت، دارك شوكلت، دارك شوكلت. وبعد يعني اسوي الشغلات اللي احبها. لا بالفاكهة، ما احنا هسه عوف الدارك شوكلت ايش تاكل مثلا؟ يعني مثلا اي والله انا افرح من اكل رقي. نسبة اوميجا 3 بي عالية، مغنيسيوم وسيلينيوم اللي هو الصحة الدماغ. منو اسعد الحيوانات عندنا بالغابة 24 ساعة يضحك؟ اللي هو قرد. قرد شو ياكل؟ موز. مو؟ طبعا اكل موز. الموز ثبت علميا انه اعلى نسبة بي من هرمون السيروتونين موجودة في الموز. هو يحتوي اتوقع على نسبة جدا عالية من الكارب. زين. لا لا لا، المزايا رشيقة. فلا يعني انه هاي الفكرة المغلوطة انه يزيد عندك الوزن، لا. حتى الاطفال، لانه لربما انه بعض الاطفال يسبب انه عندهم حساسية يصير عندهم من وراء الموز. عندنا الام، وارجع اركز اقول الام لانه الاب مو كلش ويا الاطفال. الام هاي مرحلة الحمل 9 أشهر خلقت رابط بين الأم والجنين بحيث هو بعيد هي تحس به. فهي بالتجربة يعني أنا اليوم ما أعرف طفلي شنو ردة فعله، بس أنا أعرف مو المواد الغذائية المفيدة إله. أبدي أجرب كمية صغيرة وأنطيها له وما أخلط نوع عن نوع. أول شيء أشوف الذوقة، استطعمه حبة تمام. العفو اكو اطفال ما يحبوه، صحيح، راسا تشوفه مو صحيح تقيأ بالضبط، انتظر ينزل بمعدته اشوف تفاعل جسمه وياه، تقيأه، صار اسهال، طب يعني قد جسمه حساسيه. هاي كلها يعني لازم تتابعها الام زين حتى تقدر تعرف ذيك الساعه. تبعد عنا الاشياء اللي يتحسس منها، الاشياء اللي ما حابها، تركز على الامور اللي حبها. شو تدخل وياها؟ تدخل وياها الشغلات اللي هو ما تحسس منها بس محبها. فتبدي هنا تعمل بذكاء. الشغله اللي يحبها خليها الى كفر، ودخل وياها الشغلات المفيده اللي محبها. جيد جدا. زين، اليوم كثير من الاهالي وبسبب انشغالات يعني انشغالهم بمشاغل الحياه الكثيره يفضلون دائما الاكل الجاهز او المعلبات الجاهزه. ف الفاست فود هذا كانت فود والفاست فود الفاست فود هذا يعني اذا اريد نفتح موضوعه هو اكيد
الأهم كمية من الحديد. هذا خليه ويا هاي الفقرة. إيه فطبعاً من هذه الفقرة ندرج ضمن هذه الفقرة بس المعلبات اللي تحتوي على المواد الحافظة اليوم نريد نعرف هل من الممكن أن يستفاد الطفل أو يستفاد الشخص جسمانياً من المعلبات عفواً وطبيعة المواد الحافظة هل من الممكن أن تأثر على طبيعة الجسم؟ طبعاً أنت هي بحد ذاتها الكاند مو العلبة المعدن حتحط بيها إذا ما تريد تحط بيها مواد حافظة المي والملح مو اللي يعني اللي يعتبر المحلول الايزوتونر مو اللي الحافظ لكل شيء تقريبا مو طبعا فانت المي والملح يسبب تاكل للمعدن واللي هي العلبه من شنو مصنوعه؟ نحاس قصدير مو زنك الومنيوم هذه كلها راح تنزل وراح تتشرب بها الماده تتفاعل. الموجوده اي تتفاعل سوء التخزين المده اللي باقيه بها مو هاي كلها تاثر هو افضل شيء انه للتخزين هي العلب الزجاجيه ما تتفاعل حتى البلاستيكيه تتفاعل توقع. حتى البلاستيكيه بس انت الزجاجيه الزجاج بمسامات تريد تخاف عليها من الشمس احنا بدت يعني حتى المي اذا تشوفون يعني بعض الدول انه ما تستخدم كلها زجاج صحيح تخاف عليها من اشعه الشمس تضللها دارك بوتل يعني يستخدمون فالبلدان اكو قطعه شوط جدا واسع في هذه الامور حفاظا على صحه مواطنيها لسبب بسيط انه هم دا يصرفون على الجانب الصحي كل شيء هوايه والله احنا بالعراق ماكو اطيب من مي البول زين فيقول لك اني ليش يعني اعالجهم اني خل اغير مو خل اوفر له حياه صحيه وبالتالي الفلوس اللي تروح على العلاج انطيها له بغير شيء مي البول اذا نحلله مي البول اذا نحلله بي بفوائد عاليه حتى سلامي حبيبي خلينا نبقى نفس هذه النقطة اللي بعض اللي دائما يفضلون المعلبات او الاكلات السريعة الفاست فود دول شنو معدتهم راح تكون لان تعرفين عبارة عن دهون لربما والاكثر انه يصابون بالتسمم احنا عندنا الكاند فود والفاست فود والجانك فود الكاند تكلمنا عليه العلب الفاست فود اللي هي الاكلات السريعه اللي تجيبه وحط مو بسرعه مرات تفتحها مو مرات حتى تلقاها ما مستويه بس انت مضطر جوعان او حبيت الصلصات مو اللي انحطت فوقها ضيعت عليك الطعم الاساسي والجنك فود اللي هي غنيه بالدهون اللي تكون هيفي فانت كل وحده هذه من تدخلها لجسمك الايض مالتها يختلف طبعا الكاند عرفنا المضار مالتها الفاست فود يعني بس عذرا الكاند هي ما بها اي فائده للجسم؟ لا انت بدي اقول لك اقرا العلبه اقرا الماده الحافظه يعني نقدر نستفاد ممكن ليش لا؟ ممكن طبيعه انت كل شيء جاف كل شيء جاف محطوط بعلبه اتس سيفتي مو؟ اي صحيح بس من يكون سائل يخوف ذيك الساعة زين والفاست فود الفاست فود يعني ما انت اوكي البطاطا اللي موجودة وتروح تاخذها برا والدهن مقلية 20 30 40 مرة مو قليل بالامكان انه بالبيت تسويها على هذا الحكي انتم ما تروحوا المطاعم زين والله شوف هي انه اكسر الروتين ما يخالف اوكي اكسر يعني بين فترة وفترة روح مطعم بس هسه حتى انت من تروح مطعم مو لو تسأل مو شخص إذا أنت ما عندك كذا مطعم كذا خيار يزكي إلك صحيح. من ناحية النظافة من ناحية طبيعة الأكل أو تعيش تجربتك الشخصية لو تزكي أنت بذاتك لو تحرم الضربة أكس أنت مراتك يعني أقولهم هي مو بالمطعم مو هي بالمكان يجوز محل شعبي في منطقة بس تباوع تشوف نظافة الأرضية، نظافة الستيج الهاي، تأمن إنه هذا الشخص لابس كفوف مو نظيف. وتروح مطعم راقي إذا بالغلط فتت من يم المطبخ. لا كارثة. مو؟ صح وأكيد شاهدنا بالفعل. تهرب وأكو تقارير هواية مطاعم كلش راقية. فعلا. بالليل تشوف الجرذان على الأكل، وهذا ثاني يوم يقدمون لك. عشتي تتعلم هذه المعلومة. زين خلينا نتكلم عن المرأة الحامل. تعرفين إنه لربما المرأة الحامل 9 أشهر هي عندها وحام أول 3 أشهر أو بعد ما 3 أشهر. وقد يستمر على طول. بالضبط صح فإنه تمتنع عن التغذية، هنا شو راح يكون غذائها السليم؟ طبعا تغذية المرأة الحامل المفروض هي من ويا طبيبتها تضع لها برنامج غذائي هي اكو فحص دوري
اول 3 شهور، بعدين يصير كل شهرين، بعدين كل شهر، بعدين كل اسبوعين. صحيح. فهذه التابع وياها. يجوز المرأة قبل الحمل ما عندها حساسية لأي نوع من الأكلات. بالضبط. تصير حامل تتحسس إيه، لأنه أكو فصيلة دم جديدة بداخلها، أكو كائن جديد بداخلها. بالضبط. هو أصلاً الجسم ده يعتبره فشي غريب. هي يعني الحمل بحد ذاته هو معاناة. فتبدي تتابع ويا الدكتورة مالتها المفروض. هي راح يبدي يقل شهية الطعام عندها. فتحاول تعطيها الفوليك أسيد. كلش مهم. الفوليك أسيد مو فقط للمرأة أثناء الحمل ولا أنه تخطط لحمل، مجرد أنه صارت أدلت تبدي تأخذ حتى يعوض النقص اللي عندها الحديد. تبحث وياها عن مكملات غذائية ما تأذي الجنين. إحنا بعض المكملات الحبل السري يعبر للجنين كل شيء، مو صحيح؟ فممكن تعبر أنه هي إذا شربت يعني الأم ينسون، بالمناسبة أنه ينسون والبابونة كل شيء نصحون به للحامل، لأن يعني يسوي عندها ريلاكس، يوخر هذه لعبان النفس من عندها. فتشوف أنه حتى إذا عندها تقلصات بالبطن تروح ليش عبر للجنين، وبالتالي راحت التقلصات. فمن تأكل أي أكلة أو أي خبر يزعجها، أي توتر، هذا كله ينقل للجنين. تبقى هي كمرأة حامل تقرأ، عندها ضغط صار ويا الحمل، شكل سكري، هاي عندنا أمراض اللي يصير ويا الحمل. صح. تحاول قدر الإمكان يعني تعبر هالمرحلة بسلام هي وجنينها. حل. لأنه إذا ولدت جنين معافى وهي تأذت، ما هي مستمرة بتغذيتها بعد يعني بعد الوضع، مو ما يعني ما تهلك جسمها. بالمناسبة الجنين ملك، يسحب من جسم الأم كل المغذيات اللي يحتاجها سواء تغذت أو ما تغذت، فتهتم بصحتها وصحة جنينها وتتابع مع طبيبتها. زين، نصيحة بالأطعمة اللي من الممكن أن تستفاد من عدها الإمرأة الحامل. عندك الحليب ومشتقاته. راح تكره الحليب. فتتحاول نجربه عادي. لأنه بنسبة لاكتوز عالية. فيصير عندها تحسس وحتى مزاجها يتعكر، فتحول على الألبان والبروبايوتيك، منتجات الأجبان تكثرها. يعني بالإمكان أنه علبة الزبادي تصير رفيقها الدائم للمرأة الحامل، لأنه نسبة كالسيوم عالية، بروبايوتيك عالية، وأيضا ما يخلي العفو لعبان النفس عندها يصير. ممكن أنه المكسرات، بس تنتبه كميتها لأن نسبة السيلينيوم تصير عالية بها، أيضا يعني تأذي الجنين. ممكن تسوي خلطة كلش بسيطة، إنه تأخذ 7 حبات لوز، 7 حبات جوز، 7 حبات زبيب، ملعقة عسل أو ملعقتين للحامل، يعني الشخص العادي ملعقة، بس الحامل تأخذ ملعقتين، وتكسرهم طبعاً المكسرات وتخلطهم، ممكن إنه تتناولها. أخذت وجبة غذائية كاملة ومدعمة بكل العناصر اللي تريدها. البيض كلش مهم خلال فترة الحمل. من تبدي توصل مراحل المتأخرة من الحمل يمنعوا عنها نسبة الزلال تزيد، لكن بداية الحمل لا، تقدر تتناول كميات كلش كبيرة من البيض. التمر مفيد إلها. زين عاشليدش، خلينا نتكلم عن الغذاء السليم بالنسبة للأصحاب اللي يريدون يزيدون وزنهم واللي يريدون ينقصون وزنهم. هي أكو فكرة إنه أني نفس الغذاء ممكن أستخدمه حتى أزيد، حتى ممكن أستخدمه حتى أنحف. فعلاً. يعني بس شنو؟ تقنين وأوقات وكمية الوجبات. اللي يريد يزيد، يعني إحنا هسه المتعارف عليه كلش هواية هو نظام السعرات. أكو ناس تتعاجز من السعرات، إنه تعالوا بعد أنا كل شغلة أكلها أحسب سعرات، مو يعني شوية مملة. فأنت عرفنا هسه المواد الغذائية الأساسية، مو؟ أنت تريد تزيد وزن، زيد المغذيات الأساسية اللي هي الكربوهيدرات، بروتينات، الدهون حافظ على نسبتها كما هي، بس زيد دهون هواية. تريد تقلل وزن؟ لا، قلل الدهون بنسبة 30%، زيد نسبة البروتين والألياف للي يردون يضعفون، زيدوا الألياف.
الألياف اللي هي الخضروات وقلنا مفتوحة. ليش؟ لأنه السليلوز جسمنا ما يستفاد من عنده، ما راح يمتص. لكن شو يسوي؟ راح يظل من 6 إلى 8 ساعات بالمعدة تحاول تهضمه وما ينهضم، تحاول تهضمه وما ينهضم. هاي محاولات الهضم طاقة ميكانيكية، تريد حرارة، وين تروح؟ على الخلايا الدهنية أسرع شيء. فأنت شغلت طبعا شغلت الأمعاء والمعدة. ليش؟ لأنه هاي من راح تنزل راح تنظف لك الأمعاء، ما تبقي لك بها شيء، وبنفس الوقت رحت على مخزون الدهون اللي عندك وسويت له يعني استغلال. بديت تشرب، اشرب مي هواية، راح تبدي تشوف نفسك انه بديت اتقل. زيادة الوزن تكون عادة اسرع من فقدان الوزن. صحيح. احنا اللي يريد يضعف نقول له مثلا ساعة 8 اقصى شيء ساعة 9 ما تاكل، والافطار مالتك يكون بالصباح الباكر. لا، اللي يريد يزيد وزن زين نقول له انت ل8 توقف اكل، مو من 9، وافطارك راح يكون بال10 بال11. هي مساله تلاعب بالوقت. صحيح. زين وزيد، اقول زيد حجم الوجبه وكميه المواد اللي بيها، بس يبقى يختلف من شخص لشخص طبيعه الايض تتحكم بها. زين، ليش بعض الاشخاص يقولون انه الكارب يكون بنوعية أو كمية من المضار للجسم؟ هو لأنه الكربوهيدرات، هسه إذا أريد نأخذ مثال، هم اللي يعني الأساسية، الغذاء لكل الشعوب، الدقيق والرز والبطاطا، مو هاي الكارب الأساسية. فتشوف إحنا يعني الشعوب تعتمد على نوع واحد بالغذاء، ما يجمعها ثلاثتها حتى ياخذ مصدر كربوهيدرات، الا العراقيين. تمن ومرقب ويا خبز. احنا نسويهم كلهم. مو؟ اي. ثلاثتهم بنفس الوجبه، هذا غلط. يعني اسهلهم البطاطا صديقه المعده. واصعبهم الدقيق، يعني الخبز والصمون. ليش؟ انت هاي من يعني اعطيك مثال، جيب صمونه واستكان شاي، حطها ايش حتسوي؟ تمتص. مو؟ طبعا. نفس الشيء يصير بمعدتك. تسحب شكو مي موجود، شايفها شلون تتفتت وتبقى هيك تصير؟ بالضبط. غازات، انتفاخ، يعني هذا السائل المستحلب اللي راح يصير بعدين يتاخر في عمليه هضمه وامتصاصه وتوزيع. احنا متعودين على الخبز والصمون. حاول بالتدريج. يعني زين، الخبز الاسمر او الصمون الاسمر، هو شوف تجي كسعرات الفرق جدا قليل بيناتهم، لكن الحبوب الكاملة اللي هي الأسمر والشوفان، وهذه ميزتها، نرجع ونقول ليش القشرة موجودة، القشرة اللي هي عبارة عن ألياف وسليلوز، حتدفعها ما راح تبقيها. هذا اللي تاخذها ماكو البيضاء والخالية من القشرة، هذه بصعوبة تطول الفترة عندك، يعني فترة امتصاصها وهضمها. فهنا غير شوية، دخل يعني إذا أنت الصبح متعود مثلا أنه صمونتين، صمونة اخذ وياها بيض سلك. مو حلو. العشاء حاول ما تدخل به خبز نهائيا، حاول تنوع بفاكهه وخضروات وسلطات، وشويه شويه ترى الجسم يتعود. زين، عمليه الهرمونات الموجوده بالجسم هي تساعدنا على انه نفقد او نكتسب الوزن بسرعه؟ يا هرمونات، يعني هرمونات بصوره عامه. احنا عندنا عمليه الهضم تمر بمراحل. أول ما تدخل بالفم والطحن الميكانيكي ينفرز عندك هرمون الأمايليز اللبعابي، مو اللي يفتته، مو هذا يشتغل على السكريات اللي هي أسرع شيء بالهضم، معقدة يحول لك إياها ثنائية، فبسرعة ما تلحق، يعني مو توصل للمعدة، هي متفتتة سكريات بسيطة ويتم امتصاصها. الطريق بين المريء للمعدة ما يصير به شيء، مجرد يعني ممر. بالمعدة راح عندك أنت العصارة الهضمية، حامض الهيدروليك، عندك عصارات المعدة والكبد والبنكرياس اللي تصب، هذه بها هرمونات وبها انزيمات، وكل وحدة لها شغلها الخاص. يا أما يعني وحدة تشتغل على البروتين، وحدة تشتغل على الدهون، إفرازهم كل وحدة وقت يختلف، ما تفرز كلها سوا. عندنا واحد يعني تعمل بثلاثة طرق، البريكرسر هذا اللي يكون بادئ يبدأ العملية ويهيئ الطريق لإنزيم أو هرمون آخر، وآخر يجي يسرع التفاعل، مجرد اللي هو كوانزايم نسميه إحنا،
يدخل بالعملية ويطلع ما متغير، مجرد يسرع العملية. وأكو واحد لا يدخل، اللي يحطم واللي يفتت واللي هو راح يكون مسؤول عن عملية الامتصاص، اللي هو عندنا الأمايليز واللايبيز المعوي والنبنكرياس، وأيضا إنزيمات الكبد. هاي كلها تشتغل يعني فتشي أشبه، شايف الدوش بالمعدة؟ تصب، بس ما راح تصب كلها سوا، كل واحد إلى وقت وإلى جزء من المعدة اللي يشتغل به حتى تمر هذه العملية. هذه تبقى بالمعدة من 6 إلى 8 ساعات حتى تتم، وراها تتحول إلى الأمعاء اللي يصير بيها الامتصاص والتوزيع، وآخر شيء استخلاص الفضلات حتى نتخلص من عندها. جميل جدا دكتورة حنان ياسين، شكرا لك، شكرا على هذه المعلومات. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتورة، وشكرا على المعلومات. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، راح نكون مستمرين وياكم بباقي فقراتنا لهذا اليوم، وفقراتنا راح تكون مستمرة أكيد، لكن بعد هذا الفاصل.